هاي، اهلا بالجميع. منورين في قناتكم موري بيباوي. عايزه اكلمكم النهارده عن موضوع مهم قوي، وهو الزهايمر ومرضى القلب اتنين مع بعض. هتستغربوا طبعا ان انا بتكلم عن الاتنين مع بعض. هو في علاج من الاعشاب بيشفي من الزهايمر، وفي نفس الوقت بيشفي من امراض القلب. هو ايه يا ترى؟ هو ماده او عشب اسمه المورينجا. المورينجا لو دورنا عليه على النت هنلاقي ان هي بتشفي من امراض القلب، وبتشفي من الزهايمر، وبتمنع من الزهايمر. المورينجا دي شكلها ايه؟ شكلها كده. الكيلو بتاعها تتفاجئوا بكام؟ الكيلو بتاعها بحوالي 800 جنيه. طب الشويه دول بكام؟ ب 800 جنيه؟ لا، شويه دول مش 800 جنيه خالص. انا لما سالته لقيت ان طبعا بعد ما عرفت قيمتها ودي حبيت اجيبها، فبسال قال لي ب 800 جنيه، قلت له عايزه شويه ب 10 جنيه. شكرا. فقام اداني شويه دول، ب 10 جنيه. بنستعملهم ازاي بقى؟ بنستخدمهم ازاي؟ معلقه صغيره الصبح، معلقه صغيره بالليل، وما نكترش. يبقى الصبح زي لو شمتوها هتبقى بتبقى ريحتها حلوه، عامله زي نعناع بس مش نعناع طبعا، تمام. ريحتها بتبقى جميله. اجمل حاجه فيها ان هي فيها بروتينات. تخيلوا ان اوراق اشجار المورينجا فيها بروتينات ولونها اخضر. فيها بروتينات، وده اهم ميزه فيها. والبروتينات فيها بكميات كبيره، يعني ممكن نحطها على السلطه بالكميه اللي قلت عليها، معلقه صغيره كتير قوي في اليوم، معلقتين صغيرين. ممكن نحطها، نطحنها كده مع السلطه، يعني نرشها على السلطه. ممكن تحط في البيتزا، وممكن نشربها زي الشاي، او نحطها للناس اللي عندهم لايبيليتي او ممكن يجي لهم زهايمر، نحطها مع الشاي يشربوها، واحده الصبح وواحده بالليل. ده بيساعد على انه الانسان يتذكر، التفكير بتاعه يتحسن، الزهايمر اللي عنده يقل، ولو ما عندوش زهايمر بيمنع وجود زهايمر في المستقبل. فدي حاجه كويسه جدا. ممكن تتحط على المكرونه على فكره كمان، نرشها على المكرونه زي الزعتر زي الريحان، الكلام ده كله بتبقى مفيده وكويسه وخطيره. طيب وللقلب برضو بتفيد القلب كويس، وكويس للقلب جدا. واسالوا عنها وشوفوا واعرفوا، ولازم يبقى عندنا الثقافة، الحاجات اللي حوالينا ازاي نعرفها، نهتم بيها، نستفيد منها. اتمنى الفيديو يكون فاتكم، واللي عنده زهايمر من قرايبه يعمل الكلام دوت، واللي يعرف حد قريب لي عنده زهايمر يبعت له الفيديو ده علشان نفيد بعض. ويا ريت اللي داخل جديد عندي في قناتي يعمل سبسكرايب ولايك وتشير. شير اوكي. واهلا بيكم دائما، واي حد عنده سؤال او استفسار او في حاجه ما فهمهاش يا ريت يكتبها لي في كومنت. باي باي.